إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وهذه وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل الحق الإلهي الثابت الذي يوضح لنا الأمور على حقيقتها. والحقيقة هي عندك يا رب، مش في الدنيا خالص. الحقيقة هي رأيك في الأمور، مش رأي البشر، لأن البشر مخدوعين بالشيطان، مخدوعين بالرياء، مخدوعين بالمجاملات، وكلهم خطئين. لكن الحقيقة هي التي تراها أنت يا رب. نشكرك من أجل هذه الفرصة في وجودنا أمامك لنتلذذ بشخصك وبطاعة اسمك وبالخضوع لجلالك. تكلم إلينا رب، فنحن عبيدك سامعين. ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد الأبد. آمين آمين آمين. مجد للرب، مجد للرب. لو نلاحظ الكلام من البداية، وإحنا أغلبنا تقريبا كان حاضر الصبح، الرب هنا بيعرف نفسه إنه هو الكرمة الحقيقية، وبدأ التعريب بإن الآب أو أبي، كمالة الآية أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فهنا بيفرق بين نوعين من البشر. نوع بيقول أنه مسيحي لكن لا يثمر، فده فاجس. وإيه ده؟ يعني ربنا جابه ليه؟ لأن الذي لا يثمر للبر هو تلقائي بيثمر للشر بغير ما يعرف.
لأنه الله فصل بين النور والظلمة. الظلمة دعاها ليل، النور دعاها نهار. يعني إيه واحد في بين الظلمة والنور؟ ما ينفعش. الرب ما خلقناش عشان نكون كده في الظل، لا. رسالتنا أنتم نور العالم، يبقى إيه؟ ما نكون في النور. إحنا أبناء نور مش أبناء ظل. ظل يعني بين الظلمة والنور، مغرب يعني، مش أبناء مغرب، لا، إحنا أبناء نور. فهنا المقارنة بين الغصن الذي لا يأتي بثمر والغصن الذي يأتي بثمر، يعني الغصن اللي في الظلمة والغصن اللي في النور. عشان كده بيقول يطرح خارجا كالغصن، لأنه كبير، كبر نفسه وشاف نفسه كبير، ده ولا حاجة، لا يستطيع أن يثمر في كرم الله الذي يثمر فيه المتواضعون. لأن ربنا ما يديش نعمة للي شايف نفسه، شايف نفسه عايز نعمة، ده كلمة نعمة بالنسبة له غريبة، نعمة أنت تنعم عليا إزاي يعني؟ ما يقبلش. متأسف مرة أقول لكم، أنا مرة ما في بداية دخول السجن ما كنتش فاهم بالضبط الطقس والرزوكسي، فمرة بقول لأسقف الله يباركك، قال لي أنت تباركني؟ استغربت، طب دي حاجة وحشة ولا إيه؟ قال لي دي غلط خالص، أنا باركك، أنت إيه عشان تباركني؟ فأنا متأسف أقول حتى في الطقس تدايوني كذا، ما يقبلش الواحد كبير يبارك من الصغير، بناء على الآية إنه ملكي صادق بارك إبراهيم، ملكي صادق أكبر من إبراهيم، فخدوها وبقت قصة كبيرة يعني. بالنسبة للنعمة، رب لا يستطيع أن يعطي نعمة لإنسان شايف نفسه كبير، طبعا مش محتاج ربنا في حاجة. مش بقول إنه الأسقف ده غلطان، هو كل واحد ليه نظامه يعني، لكن الله يقاوم المستكبرين، ما لناش دعوة الأسقف ده خالص، لكنه يعطي مين نعمة؟ المتواضع. المتواضع ده اللي يشتاق جدا للنعمة، جدا. لما حد يقول الله يباركك يعني يبقى سمن، سمن تعظمه على طول، لأنه خد بركة، خصوصا لو كان إنسان يعني في محبة بينهم وشركة بينهم. إن كان أحد على الستة لا يثبت فيها يطرح خارجا كالغصن فيعجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، دي كان آخر حاجة خدناها الصبح، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وزي ما فسرناها الصبح إن دي مش نظام إزاي تاخد اللي أنت عايزه، لا، ده بركات اللي يثبت في المسيح. لما أثبت أنا في المسيح فهفهم قلب المسيح، فمش هقدر أطلب طلبة لا يريدها الرب، ما أقدرش أطلبها، ما أقدرش أفترض افتراض إنه قال لي، وتصور تصورات ويعني أقعد أرفع نفسي وأمجد نفسي، ما أقدرش. بدل عرفت الرب فأنا خاضع للرب تمام. التكملة الموضوع بالنسبة لنا النهاردة مش بس كده، لأن بنجد في كلمة جديدة دخلت معانا في الثمر. الجزء الأولاني زي ما قلنا 15 من 1 لسبعة، إما غصن مثمر أو غصن غير مثمر، كالغصن يتحرق بره. هنا بقى من عدد 8 دخلت حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها ثمر كثير. فين دي؟ في عدد 8 على طول، بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. هنا بيتكلم عن الثمر الكثير وعن طبقة يسميه المسيح تلاميذه. تلاميذه يعني إيه؟ نقراها في كلام بولس تيموساوس لما بيتكلم عن كتير ناس يعني ماشيين ورا بولس وغير بولس، يعني يقول اما انت بقى، اما انت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي واناتي و يعني ده تلميذه الخاص قوي. طبعا ده بولس كده، لكن ربنا يحب كلنا نكون تلاميذ ليه، مش هو مش واحد تلميذ واحد ولا اثنين ولا عشره، يحب كل المؤمنين
يكونوا تلاميذ لي. فمن عدد 8 بيتكلم الوحي في إنجيل يوحنا عن درجة أعلى في الثبات. الدرجة الأولى اللي هي من عدد 1-7 بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. الدرجة الجديدة بيقول إيه؟ بيقول تعريف غريب جدا يعني تأكيد الكلام اللي بيتكلم عن حاجة تاني خالص، مش حاجة تانية، حاجة أرقى قوي من الأولانية. الأولانية دي مقارنة بين اللي ثبت واللي ما ثبتش، بين المؤمن الحقيقي والمؤمن المزيف. لكن التانية المقارنة بين تلاميذ المسيح واللي هم مؤمنين عاديين، مش تلاميذ، لسه ما وصلوش تلمذة، يعني يوم الحد بيجي الكنيسة وخلاص، الحد والثلاث خلاص، الحد وخميس خلاص، لكن هل بيلاحظ نفسه والتعليم؟ هل الشركة بينه وبين رب كل يوم بتزيد؟ هل بيشتاق بياكل الكلمة أكل؟ مش باين كده. هنا بيتكلم بقى عن نوع ده من الناس. بيقول ايه بقى؟ كما احباني الاب، دخل فيها الحب اللي هو بين الاب والابن. كما احباني الاب كذلك احببتكم انا. ده دخل على يوحنا 17 دلوقتي، هو فسر الحكايه دي قوي. طب وايه الامتياز الجديد اللي ايوه في امتياز جديد اللي هو ايه؟ اثبتوا مش فيا، اثبتوا ايه؟ في محبتي. طب اثبت في محبتك ازاي؟ طب انا مالي؟ دي شغلتك انت. اثبت في محبتك ازاي؟ اقول لا دي شغلتك انت مش انا. طب انا ازاي اثبت في محبتك؟ ما انت يعني ايه؟ يعني تحبني قوي خلاص. لا، انا محبتي ليها نظام، وعايزك تثبت في محبتي. يا اخواتي ايه النظام بتاع محبتك ده؟ اثبتوا في محبتي. يعني الوضع هنا اللي ربنا عايزه لينا كلنا ان احنا نثبت في محبة المسيح ولا نتراجع ابدا، بحيث محبة المسيح الفائقة المعرفة تكون مليانة. ازاي بقى؟ ليها شروط، مش ممكن واحد ياخدها كده ايه بالقرعة، مفيش حاجة اسمها كده، لكن ياخدها بالجهاد القانوني، باتباع وصايا الله، بالتلمذة لله، بالخضوع للرب، بأن يكون الإنسان عايش في المسيح والمسيح عايش فيه، أن يوصل لما قال بولس الرسول أحيا لا أنا بل أنت تحيا في. أول شرط بقى في الثبات في محبة المسيح هو إن حافظتم وصاياي تثبتون في محبتي. واضحة جدا. لكن واحد مش حافظ وصايا الرب، حافظ يعني حافظها ببق، لا مش ببق، حافظ يعني بيعملها، يحفظ الوصية، يحفظ الوصية اللي هي بتترجم في رأي اليهود، حتى غير اليهود كان كتاب مقدس برضو طائفة تاني كده، كان بتسميه الكنز الثمين. افتكر بتوع يوحنا المعمدان بيسموا كتابهم، هم عندهم كتاب ما جابوش يوحنا ولا حاجه مألفوه من عندهم، الكنز الثمين، واليهود بيسموا العهد القديم الكنز الثمين. لو عاشوا فعلا الكنز الثمين اليهود كانوا بقوا مسيحيين 100%، لان الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح، لكن هم اسمه كده وخلاص وعيش زي ما انت عايز. ان ثبتنا في محبه المسيح نحفظ وصايا المسيح. ازاي نقراها؟ طبعا وطبعا 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 وطبعا. نحفظها ازاي يعني؟ مش انا بقراها زي ما بقرا السوره القرانيه دي، يقول لك انت حفظت القران خلاص رحت الجنه. ما اعرفش اي جنه دي، مش كده عندنا كتاب مقدس. حفظ الوصيه اي الالتزام الكامل بتنفيذ الوصيه. ليه؟ لانها وصيه الرب، الرب قال كده. بعض الوصايا بنظن لها بعض الناس اللي هم لسه ما دخلوش في المسيح انها ثقيله، لكن يوحنا قال مش ثقيله يا جماعه ولا حاجه. ثقيله في ايه؟ الجماعه اللي عايشين يعني بيلعبوا في مع العيال الاطفال، الاطفال المضطربين محمولين بكل ريح تعليم، ازاي يقول لي احب عدوك؟ انا ما اقدرش احب عدوك. ومين قال لك انت احب عدوك؟ بس تقرب للرب وانظر له هتشوف اتعامل مع الأعداء ازاي، هتحب عدوك لأنك بتحب الرب، لأن هو بيحب عدوك.
يهوذا الإسخريطي وهو بجه بطاليه يقول له يا صاحب يا صاحب، يعني عدو ده. لو أي واحد فينا، مع احترامي لكلنا، بلاش انتوا خالص، ليا نفسي أنا ممكن أقول يهوذا يا كلب، أنا ما أعرفش أقول له إيه، ممكن أتخانق معاه، ممكن إيه ده. المسيح قال له يا صاحب صاحب، أنت عارف كل حاجة، أيوة يا صاحب، لعله يخلص لآخر لحظة، بقدم له حب لعله يخلص. فالثبات في محبة المسيح هو طاعة الوصايا مهما تصورناها ثقيلة. يوحنا عشان واخد على صدر المسيح ويتكي ويتمزج ويفرح، قال لك وصاياه ليست ثقيلة. أي وصية يقولها الرب هي دي المظبوطة قوي ولازم تنفذها. الذي يحبني يحفظ وصايا، دي مش هنا، دي جايه واليه ناتي، يحبه ابي واليه ناتي وعندنا نصلع منزلا، دي في انجيل يوحنا برضه في مكان تاني. لكن هنا بيقول كده الكتاب، ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. يعني انا في محبتك، يعني محبتي مش هتقل من ناحيتكم خالص. تثبتون في محبتي، محبة مين؟ محبة الرب. محبة الرب لمين؟ للي بيحفظ الوصية. يبقى إذن محبة الرب للي بيحفظ الوصية ثابتة، إلا لو سرق الوصية. يبقى المحبة ثبتت إزاي؟ ما هو الشرط أن يحفظ الوصية، لأن هو ده الإيمان الحقيقي وده الحب الحقيقي. إيه هو الحب الحقيقي؟ بحبك بحبك ورنم بحبك 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 وبعدين أطلع من أي حاجة، يعني ما ينفعش. اوعظ 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 انا بحبك 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 واطلع اعيش على حل شعري، ما ينفعش. ان حفظتم وصاياي، عدد 10، تثبتون في محبتي. وان كان حد لسه مش فاهمها زي كده مش فاهمها، يدينا الايه اللي بعديها، ايه كام؟ 11. كما اني حفظت وصايا أبي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. نفس العدد، نفس العدد، مش عدد تاني كمان. يا أي لابد من التشبه بعلاقة المسيح بالآب بعلاقتنا إحنا بالمسيح، لازم. عشان كده ما نستغربش أن الحب الذي بين الآب والأب والابن يفوق، يفوق الخيال، يفوق التصور، لأن الثبات الابن، ابن الإنسان، ابن الإنسان وهو ابن الله وهو الله كل حاجة، حفظ وصايا الآب كلها، لم يخطئ، كان مستحيل يخطئ، لكن حتى لو كان في كان إمكانية ما كانش هيخطئ هو، لأنه ما فيهوش خطية، ما عندوش خطية. لكن كمان لأنه لابد أن يعطينا مثلا حيا في الحب، لم يخطئ ولا بتعريف بمليم أي حاجة في محبة الله. إن حافظتم وصايا أبي، العدد 10، إن حافظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. عشان كده قبل ما يقدم لنا الوصية دي، اثبتوا في محبتي، قال لنا عن الثمر الكثير. الثمر الكثير يقصد بها المسيح الثمر الحقيقي، مش مجرد الزفات واللفات والتهيصات، لا لا لا، ده كله على رأي واحد كان بيحضر معانا هنا رأس السنة وكان مبسوط خالص، لك دي ليلة حلوة. يعني ايه ليلة حلوة؟ انا ليلة حلوة خالص، يقصد ايه ما اعرفش. دليل حلو النهار، دليل حلو النهار، جايز الترانيم الموسيقى حلوة، ما عرفش هو زي كان زي ما هو الحياة ما هو المجيء غطل مسابنا. هي مش ليالي تنقضي، هي عبارة عن علاقة بين الإنسان وبين إلهه بيتمكن فيها الحب، بحيث يبقى لا يستطيع، لا يقدر الإنسان أن لا يثبت في محبة الله. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا، تشبيه كده، قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. البركة الثانية، إحنا خدنا أولا الثمر الكثير، ده موجود في عدد 8،
بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. البركة الثانية دي الأولى، الثمر الكثير، ثمر كثير الواحد ما عرفش يعده إزاي، ده حاجة ربنا يعرفها، نحن بنشتغل في الخفاء وربنا بيشوف بقى القلب وثمر القلب والعبادة بيننا وبينه. الحاجة الثانية الثبات في المحبة بحفظ الوصية. الحاجة الثالثة ثبات الفرح، ودي ملحوظة قوي. فين دي؟ عدد 11، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم. وتاني ويكمل فرحكم. الله ده جاب الاثنين مع بعض، جاب حاجة اسمها فرحي أي فرح المسيح فرح الآب، وجاب فرحكم. إيه ده؟ هيحدث علاقة وثيقة جدا بطاعتنا للرب وخضوعنا للرب وتمثلنا بالرب وعيشتنا مع الرب، إنه فرح المسيح فينا يثبت. تقصد إيه؟ بيقول العهد القديم فرح الرب فيكم، فرحي يكمل فيكم، في العهد القديم والعهد الجديد. وفي أحداث معينة زي لما رجعوا بنوا الهيكل كان الفرح رهيب جدا والهيكل بيتحط أساسه. الفرح إزاي يكمل فينا؟ الآية في العهد القديم فرح الرب هو إيه؟ قوتكم. فلما الفرح يكمل فيا أبقى أنا في ثباتي في وصية الرب وفي ثباتي في الإيمان بالرب وفي ثباتي أني أعيش حسب إرادة الرب، فرحي لا يمكن أن ينقص خالص، لأن فرح الرب اللي فيا هو قوتي، وفرح الرب اللي فيا يثبت، يثبت فرحي فيكم لكي يثبت فرحي فيكم. عدد 11 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي، فرح المسيح فينا. لما يكون فرح المسيح فينا ثابت مين اللي يفشل؟ مستحيل. ده من بهجة لبهجة، من فرح لفرح، من قفزات لقفزات. بعض الأحباء يحبوا ترجموها بالنط مش مشكلة، لكن بعض الأحباء يترجموها بالتهليل الداخلي، كله خير كله خير، كل إنسان حسب طبيعته، لكن يثبت فرح المسيح فينا يثبت. أنا فرحان ليه؟ مش لأن في فلوس ولا لأن في غنى ولا لأن في شيء، لكن لأني أحفظ الوصية، ففرح المسيح اللي هو فرح الرب هو قوتي ثابت فيا، فقوتي في فرح الرب فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. يثبت فرحي فيكم. بالنسبة لنا إحنا بقى يكمل فرحكم، والفرح ناقص ممكن يكون ناقص، وغالبا ما بيكون ناقص، يبقى فرح مع شكوك، فرح مع توقع دواهي متأسف أقول كده، ده هيجي ده هيأتي، فرح وخايف خايف نحس ربنا يخمني أنا متأسف، برضو الكلام واقعي جدا بيحدث معي ومع غيري، ما يحصلش كده خالص. يكمل الفرح، يكمل الفرح، فرح في ثقة كاملة في الله، فرح في قبول كامل لمشيئة الله، فرح بالضبط زي ما غنى ورنم داود في يمكن أول مزمور عمله، ما أعرفش مش فيش تأكيد لكده، لكن من أحد المزامير اللي عملها، الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر. أنت خدت رحت الصحراء، وده داود ده شاف مراعي في حياته بس لما كان عند أبوه، لا ده بعد كده عشان بلاوي، في مراعي خضر يربضني، إلى مياه الراحة يهردني. فرحوا لما الرب يرد نفسه، يا سلام ليك يا رب، ما خلتنيش أغرق مع شاول، ولا أغرق مع ميكال، ولا أغرق مع يؤاب ابن أختي، ولا أغرق مع اللي بيشتموني واللي بيهدلوني ولا أبشلوم اللي طردني، لا 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 لا، أنا فرحان أنا فرحان أنا فرحان لأنك أنت معي.
إذا جزت أو إن جزت في غادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، أنت معي. فرحنا يكمل، طمأنينة تكمل، هدوءنا يكمل، تلززنا يكمل. لنتخيل، وبيعملها السيسي يعني اليومين دول كتير كده، أحيانا يروح بعت تلغراف ولا مش عارف بعت جواب ولا بعت واحد لشخص عادي خالص زي لوش قيمة في المجتمع السياسي، يكون السيسي بس شاف ان هو ضليع في دراسة معينة، في يعني حاجة تهم البلد، ونادى شبان كتير قوي مش بس شيوخ زي يعني ممكن ينفع اي واحد فينا. تخيل لو قال حي حد مننا السيسي بيقول له تعالى وابعت لك الطياره تجيبك من امريكا، فرحنا يكون ايه؟ ايه رايك يا اخت استر؟ ها ده الواحد يا خبر ايه، جري على الكارما عشان توصل للعالم كله، وبرضه على سيسات وعلى ايه تاني بتاع الدنيان اللي هتتبسيه لسه دي. واجري قول السيسي دعاني. في الاخر تطلع حكايه ادعينا اللي قابله، يعني مثلا يطلع مش الموضوع مش هو اللي يعجب السيسي، يقول مع الطمع الف سلامه ويشرب كوبايه كوكو كولا يلا وروح، يعني جايز ما يحصلش حاجه خالص. يعني تخيل بقى واحد مع كده مع ربنا، ده يفرح قد ايه ده. الرب بيتكلم معايا بيقول لي مستقبل حياتك يا اخ كذا وكذا وكذا وكذا، اللي انا شايفه لك في حياتك كذا وكذا وكذا، اللي انا رايي في موضوعك كذا. ده ايه العز ده؟ ايه العز اللي احنا عايشينه؟ ويكمل فرحكم حينما تكون علاقه الثبات بيننا وبين الرب ثمر كثير، ثبات في محبه المسيح، ثبات فرح المسيح فينا، ليثبت فرحي فيكم. كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. الدرجة الثالثة اللي بعد كده، كل ده عبارة عن درجات سلم، درجات عليا، درجات عليا. طبعا أي حكومة فيها درجات عليا. حكومة ربنا هي مش حكومة، محبة ربنا فيها درجات عليا، كل واحد يطلع الدرجة اللي يقدر عليها، واللي هو بأمانته مع الرب يوصل الله. ايه الدرجة كمان اللي فوق كده؟ هذه وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا، بس كده لا، كما أحببتكم. ده ايه ده؟ تخيلوا مجتمع المحبة اللي بين أعضائه كنيسة، ما زي ربنا أنعم علينا بهذه الكنيسة، ونشكر ربنا المحبة اللي بيننا يعني. تخيل ان هذه المحبة ارتقت فصارت قريبة، بلاش نقول مساوية، المساوية مبالغ فيها قوي، نقول قريبة من ايه؟ من محبة المسيح لينا. ايه ده؟ ده عز ايه ده؟ ده عز ايه؟ مش هنعيش زي كده خالص، بس هي متعبة. الكنيسة الأولى حصل لها الحكاية دي، وواحد مؤرخ أرخ اسمه يوسيفوس، وتعجب جدا، استنى يوم اتنين تلاتة شهر شهرين من بداية الكنيسة يعني، وهو يهودي كان في أورشليم هناك، مش فاكر يهودي ولا يوناني مش فاكر، فهو كتب الكلمة دي مشهورة قوي، بيقول يا لا عجبي بيحبوا بعض، وفسرها، التفسير بتاعها صعب علينا قوي، لكن ده كان كتبه المؤرخ هذا. قال يجتمعوا الاجتماع الصباحي ويقعدوا يتغدوا مع بعض وفرحانين بالأكل سوا وبالشركة سوا لغاية لما يجي الاجتماع المسائي، ما بيسيبوش، ما بيروحوش بيوتهم، وبعدين بيحضروا الاجتماع المسائي. الاجتماعات مطولة قوي، ما هيش بتاعة الساعتين ولا الساعتين ونص دي، ويقعدوا برضو بالليل يسهروا لغاية لما بيتمنوا يباتوا سوا، لكن المكان ما بيسعش، فبيضطر يروح بيتهم بالعافية عشان يجوا الصبح بدري. دي طبعا ده حب عجيب، لكن هو ده الحب صح، هو بصراحة هو ده الحب.
الدليل على كده لما المسيح كان بيغيب ساعتين عن الناس بيجري وراه يدور عليه فين؟ انت فينك؟ انت فينك؟ ما يقدروش يسيبوني وبعيد عنهم ازاي؟ كم مره يروح هناك لو بيصلي الصبح بدري خارج باكر الجموع تطلبك يروح معهم للجموع. فاحنا بقدر ما نحتمل. يعني الوضع ده جميل جدا. الوضع العكسي بقى عكس كده خالص. لما تكون لا سمح الله حاجه مسميه نفسها كنيسه وكله نفر من بعضه. ايه رايكم في العيشه دي؟ يعني مبروك على الانسان اللي يسيب الكنيسه ويمشي. ده بيقل بيتعب نفسه ازاي؟ ايه التعب ده؟ يا عم مع السلامه. الحاجه لا تطاق. ازاي انا اقعد اتعبد مع انسان لا طايقني وانا الاخر كاشش منه؟ ما ممكن اكون انا ولا طايقه برضه. يعني لا يتخيل، تخيل ان واحد من طائفة راح يتعبد في طائفة تاني في النظام الطائفي المقطع دلوقتي ده. واحدة كان لسه بتحكي لي جوه متجوزة كاثوليكي، فبعدين بعدوا عن الكنيسة الكاثوليكية راحوا الكنيسة الأرثوذكسية. كان في حاجه الاشكال بين الراجل والست، بيقول يا عم حل لنا الاشكال ازاي؟ قال لهم في حاجه بس قبل نحل المشكله. ايه؟ انا قلت لها يا عم ودوك يجوزك؟ قالت لي ايوه. طب ما انت متجوزه؟ لا ما اعترفوش. فعشان نحل مشكلتك لازم تكون انت ارثوذكسيه. ازاي؟ نجوزك مره ثانيه. طب والولاد دول يعني ولاد حرام قبل كده؟ ملناش دعوه. مش عايز تحل مشكلتك؟ تبقي ارثوذكسيه. بقى ارثوذكسيه، حل المشكله ما اتحلتش. ايه هو ده؟ دي مش كنائس، انا متاسف، مش قصدي الكاثوليك والارثوذكس، بتحصل كده في الانجيلين. وكل انجيلي يطرى على دماغه حاجه، كل دول اللي ما عندهمش محبه مش مسيحيين خالص، خالص. لانه العلامه الاكيده ان الانسان مؤمن ان انسكبت محبه الله في قلبه بالروح القدس المعطى لنا. دي المحبه. صحيح المحبة الأولى كانت صعبة جدا، وإزاي مش قادرين يسيبوا بعض هيموتوا، لكن أهون بكتير من الشرذمة اللي حاصلة حاليا. لولا يعني عدم الجسارة وبرضو يعني شيء من خزي الوجوه، يعني ما حصلش إن كنيسة طائفية حرقت كنيسة تاني، لكن ممكن تحدث بس كسوف شوي. جماعة الفلسطينيين مش اصطلحوا واقفين جبهة واحدة ضد إسرائيل، لكن هذا لا يمنع إن حماس حرقت عربيات فتح وحرقت بيوت فتح والعكس، وممكن يحدث في كنائس. أو على الأقل يسمع خبر تهدد الحمد لله خلصنا. فين المسيحية هنا؟ المسيحية لا يمكن أن توجد إلا بالحب المقدس. الحب المقدس، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. وهنا ده اللي بيتكلم عنه. هذه هي وصيتي، تحبوا بعض. تحبوا بعض. تحبوا بعض. دي درجة عالية جدا. أي إنسان يحب ربنا بدل يحبه على نظام أنا موافق. ما أنا طايفتي بتقول لي حب كده، أنا موافق. الطايفة على عيني وراسي بس خلاص. لكن أحب بقى اللي مش طايف معايا؟ إزاي؟ أقبله إزاي؟ وهذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. أنت تقصد أحببت مين يا رب؟ أحببت اليهود؟ ممكن، لكن الحقيقة الآية بتقول إيه؟ هكذا أحب الله إيه؟ اليهود والأمم والوثنيين والعشرين والخطى وكل. إيه ده؟ خلاص الكل مش اليهود بس.
الخاص الكل. اليهود في غباوتهم رفضوه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، اتفتح الباب للأمم. ما حدش يقدر يكسر إيد المسيح ولا يليل وإيده. الخلاص للجميع، يعني الخلاص للجميع، يبقى المحبة بين كل المؤمنين والأعداء كمان يدخلوا معاه، بس المحبة المؤمنين ليها صفة قوية جدا، إنها لأجل الثمر الروحي اللي ينبغي أن يوجد في الكنيسة ويستمر في الكنيسة. وهذه الأمشيشوة، هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما، كل حاجة كما أحببتكم، كما أحببتكم. شوف المسيح حب الخطاة إزاي، حب المتمردين إزاي، حب الأمم إزاي، لدرجة أنه راح يشفي ابنة المرأة الكنعانية ولسه ما جاش وقت الذهاب للكنعان. لا ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين يطرح الكلاب، لسه في بنين وكلاب، لسه ما رفضوهوش، لكن ما قدرش يستنى وقال لها ليس حسنا والكلاب. قال العظيم إيمانك، تفهمتيني، أنت فهماني، أنت فهماني، جاي عشانك وجاي عشانها فعلا. بعد كده رجع على طول اليهودية للجليل وبعد اليهودية. حبوا بعضكم بعض. يا ربي، هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم. طب إيه بقى الحب بتاعك ده عشان نعمل زيه؟ ما كدبش خبر بقى على طول، هو بيكمل الكلام. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مش هو ده اللي عمله المسيح؟ ولا مش هو اللي عمله؟ عمله. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. مش كل اللي بذل نفسه، لا، حتى اللي يؤمن به، اللي هم مثلا عشر العدد، لكن لازم يفدي الكل عشان ما حدش يقول انت ما فديت، ما شلتش خطايا، لأن شلتها وانت اللي مرضتش. ده الرسالة اللي هتوصل لكل إنسان به أمام العرش العظيم الأبيض. الرب شال عنه خطايا هو مرضيش، بقى انت رايح الهيكل لانك تحب الظلمة وعايش في الظلمة وذهب الى الهلاك الابدي. ليس لأحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. قبل كده بشوية بعدين ثلاثة قال انه دلوقتي انتم تأتوا بثمر كثير، هذا الميزة بتاعت الاعداد من 8 لغاية الاخر، وكمان حب يكون كاملا فيكم، وكمان تكمل محبتكم. هنا بيقول بقى انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم. نفس الحكاية، لازم حفظ الوصية، فعل الوصية، مش بس حفظ كده باللسان، فعل الوصية. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. وهنا بقى يتغير الاسم، لا أعود أسميكم عبيدا لسبب، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. تخيلوا المسيح كل اللي سمعه من الآب ممكن يقوله لنا لو إحنا كنا طائعين للوصية، خاضعين للحب، متلذذين بالشركة مع الرب، متلذذين بالعمق الروحي مع الرب. ده إيه العز ده؟ طب ما نيجي نغرف منه ناكل، ما تيجي ناكل الرب كده ونعيش معه. في أحلى من كده عيشة؟ عيشة بلا قلق، عيشة بلا هم، تكون بلا هم، بلا هم خالص، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، ما تهتمش خالص. أي كارثة تحدث ولا يجرى حاجة، مش هو منزل الذي يقول فيكون الرب لم يأمر، مش هو أراد كده خلاص، وأنا مالي، دي مشكلته هو، مشكلته هو. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم، دي الإرادة الإلهية من وجود الكنيسة على الأرض.
لا احنا نكنس فلوس ولا احنا ناخد شهرة على حساب المسيح. يعني ايه انا احسن من فلان وانا وعصت احسن من فلان وانا نمت احسن من... ايه الزبالة دي؟ دي زبالة. المتواضع واللي ياخد اكتر مش الظاهر اكتر، اللي في الخفاء واللي بيكافئ من المسيح. انا اخترتكم واقمتكم، طبعا يقصد القيامة معه عشان اقامنا من الموت، فاحنا احياء، لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. دي زي الآية الأولانية اللي هي عدد 7، إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ليه؟ لأن حصل ثبات في المسيح. ثبات في المسيح، مش هنقدر نطلب إلا اللي عايزه ربنا، مش ممكن نطلب إلا اللي عايزه ربنا، مش هنقدر، مش هنقدر. هل كان إيليا يستطيع أن يشتغل مع أنبياء البعل؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل. كتير قوي ولا همه كتير ولا ايه، بتري عليهم، يمكن نايم، يمكن مسافر، يمكن بيسخر بيهم. وفي الآخر بكل ثقة صلى إلى الله ونزلت النار وكلت، لأنه متقي الله. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. يعني الوصية إن احنا هناخد كل اللي طلبناه، لأن كل اللي طلبناه بنطلبه بحسب مشيئة الله، لأننا ما نقدرش نطلب معاكس لمشيئة الله، لأن فهمنا الكتاب وفهمنا كيف الله متحنن وكيف رؤوف وكيف رحيم وكيف رهيب، فعاشين مع الرب هذه العيشة المقدسة. هنختم بقى بالعددين الجايين اللي هو علاقتنا بالعالم، ودي مهمة قوي. في ختام العز ده الرب ما سابش علاقتنا بالعالم غامضة. 18 و19، إن كان العالم يبغضكم، دي طبعا دي مشكلتي الدنيا، ده هيضربوني، ده هيكسروني، وأثناء التعصب هيقتلوني، ده هيموتوني. المسيح يقول لك طب وفي ايه دي؟ يعني انت خايف من ايه؟ غريب قوي المسيح. ان كان العالم يبغضكم، طب ما فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. يعني قتلوني ما قتلونيش؟ قتلوا المسيح. صلبوني ما صلبوش؟ صلبوه. طب انت مشكلتك ايه؟ ايه الجديد في الموضوع؟ محبة العالم عداوة للآب، ومحبة الآب عداوة للعالم. طبعا العالم وضع في الشرير، الآب قدوس، ما ينفعوش مع بعض خالص. المؤمن اللي هو عايز عالم وقداسة يجوا ازاي دول؟ مش ممكن يجوا مع بعض، لأن العالم ليه نظامه. العالم البقاء للأقوى، البقاء للمرائي المستخبي اللي هو شغال في السياسة، اللي معروف هو بيقول عنها سياسة قذرة، لكن شغال في اللعبة القذرة دي، سواء لمركز سياسي أو بينه وبين البشر، سياسي شغال سياسي. من أين تؤكل الكتف؟ إيه الكلمة اللي تكسبه؟ إيه الكلمة اللي تحرج غيره؟ إيه الكلمة اللي تخلصه؟ كل ده ما ينفعش. لكن العلاقة بين العالم والرب علاقة عداوة. محبة العالم عداوة للآب. لما تلاقي العالم أبغضك، دي هناك يا هناك يا إنسان، لأنه أبغض المسيح قبلك. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه أبغضني قبلكم. ليه؟ لأنكم مش من العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. العالم فاهم كويس قوي مين بتاعه ومش بتاعه. فحينما العالم يرحب بينا والدنيا تتوسع قدامنا ونبقى مشهورين في السياسة ومشهورين في كل شيء على حساب ربنا، لأن احنا بنضيع وقت ربنا في العبادة، في عمل برامج لشهرة الإنسان ولرفعة الإنسان ولتمجيد الإنسان، وأنا 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 وأنا، ما ينفعش الكلام ده خالص. فعلاقتنا مع العالم إن كان أحد، إن محبة العالم عداوة للآب.
ما يقدرش أحد أن يخدم مرة قال المسيح سيدين، العالم والمال دول شغالين مع بعض. إما أن يحب الآخر ويحتقر الآخر أو العكس. ليه؟ لأن العالم والمال مع بعض ضد الله. الله حاجة والمال حاجة تاني، الله حاجة والعالم حاجة تاني. إن كان العالم يبغضكم مبروك عليكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. نراجع اللي قلناه وبعدين نصلي ونجمع التقدمة. أولا أن الثمر الكثير لا يمكن أن يأتي إلا بالثبات في محبة المسيح. اثبتوا في محبتي. إنسان لم يثبت محبة الرب يحب الرب ويحب الرب ويحب الرب ويحب الرب ويحب الرب، ثابت في محبة الرب، سيجد نفسه ولا مثمر ثمر هو ما مش مصدقه، ثم سيجد راحة في حياته ثم سيجد فرح في حياته، ثم سيجد يعني نشوة روحية كبيرة في حياته، يعيش في سلام بلا تهويش من الشيطان أو تخويف من الشيطان أو بغير انزعاج من الله أو خوف من الله، أنام مطمئنا لأن هو معي في وحدتي، يتكلم إلي في احتياجي يسد احتياجي، الرب راعي فلا يعوزني شيء، إلى مراعي خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني. حياة كلها عبارة عن علاقة مش وثيقة بس، وبتتوثق كل يوم بين الإنسان والله، حتى إنه محبة المسيح تتكمل فينا ونحن يتكمل محبتنا ويكمل فرحنا وفرح المسيح يتكمل فينا. الرب ينعم علينا بهذه الحياة المباركة اللي عاشوها التلاميذ بعد ما الروح القدس، أهم جدا دي، قبل كده ما كانش عايشين العيشة دي. لما أعطي روح القدس التلاميذ عاشوا هذه الحياة، والمدة مش كبيرة للأسف، بعد كده دخلت حنانيا وسفيرة وبتاع، لكن ما زال هذا الأمر، هذه الحياة الرب قادر أن يعطيها لعبيده الخاصة في القرن 21 إلى أن يأتي، لأنها تتعلق بأمانة الإنسان بالله. الله أمين، وحينما يكون الإنسان يعيش بأمانة له لابد أن يستمتع بكل هذه البركات الروحية. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين. نسمع بعض ترنيمة خاصة وبعدين نجمع التقدمة ونقدم المائدة ونتناولها معا. هاليلويا. راعي العزيز نفسي تتبعه، هاليلويا. ما نفسي ترتوي، هللويا. أوردني واحميني فأحيا معك، وبيك نفسي ترتوي في ظلي حبيبي، اشتهيت الجلوس وإليه شوق الفؤاد، مريح التعب معزي نفوس ويا
عباد مريح تعب معزي نفوس ويرثي لضعف العباد حبيبي فتى مثل أرزي لبنان سقى صلينا وبعدين نجمع التقدمة. هاليلويا شكرا يا رب. لك المجد يا رب.